في اليوم الإعلامي للشباب كان لازم أيضا ندور على نموذج استثنائي في ملاعب كرة القدم. النموذج اللي معانا النهاردة هو الشاب المصري مصطفى أشرف، كابتن منتخب ألمانيا للناشئين وكابتن فريق بروسيا مونش بلاخ الألماني تحت سن 19 سنة. مصطفى واحد من شباب مصر اللي رافعين اسم بلدهم في ملاعب البونس ليجا واللي حقق أيضا نجاحات كبيرة مع فريقه. حدوتة مصرية في الملاعب الأوروبية، خلينا نتعرف عليها من خلال لقائنا بالكابتن مصطفى اللي موجود معنا عبر تطبيق زوم. صباح الخير يا كابتن، وأهلا بيك على شاشة صباح الخير يا مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعنا كويس، يعني قول لنا رحلتك مع كرة القدم يا مصطفى، إزاي وصلت إنك تكون كابتن منتخب ألمانيا للناشئين في هذا السن؟ عن التمرين، التمرين الجد من وأنا صغير بدأت تمرين جد واشتغلت على نفسي. طيب كابتن قول لنا، طيب يعني لما ابتديت هنا من مصر وبعد كده، يعني انت دلوقتي كابتن بروسيا مونشن جلادباخ، يعني احنا بنتكلم في اسم كبير جدا، عايز اعرف منك ايه، خلينا نقول ايه السمات المصريه اللي عرفت تستخدمها وانت بتدرب هذا المنتخب للناشئين؟ أكيد القوة، الجد والالتزام بالقوة. كابتن مصطفى، طبعا عرفت أنك من مواليد مدينة بنها، إزاي بدأت الرحلة من بنها لألمانيا؟ عرفنا على الطريق، بدأت إزاي؟ وصلت هناك إزاي؟ وصلت للمكان اللي أنت فيها برضو إزاي؟ أنا مواليد في بنها، بس جيت على ألمانيا وأنا عندي 6 شهور، فحياتي كلها هنا في ألمانيا. طيب كابتن مصطفى، بدأت اتفضل اتفضل بدأت على كورة وأنا عندي 3 سنين. بدأت في فريق اسمه اس راين كامب، من اس راين كامب على فريق امس وديسبورغ، وبعدين على بروسيا مونشنجلادباخ. بقالي دلوقتي 9 سنين. بقالك 9 سنين؟ نعم، بقالك 9 سنين. صح. طيب كابتن مصطفى، يعني لما بتكون هناك بيبقوا عارفين انه انت مصري، مصري الجنسية، شايف انه بتكون ايه ردود الافعال؟ ايه اللي يعرفوه عن مصر؟ ايه اللي انت بتحاول كمان تقوله عن مصر بره؟ تانية لا ما سمعتش. بقول لك كابتن مصطفى، يعني انت بقالك كتير 9 سنين. 9 سنين طول الغيب. طيب سامعني كده كويس؟ دلوقتي طيب انت بقالك 9 سنين بتدرب روسيا مونشنجلادباخ، ولما بيعرفوا ان انت جنسيتك مصري، بتبقى ايه ردود الافعال؟ ايه اكتر حاجه هم عارفينها عن مصر؟ انت بتحاول تعرفهم ايه عن مصر؟ طيب احنا يبدو ان احنا عندنا مشكله في التواصل مع كابتن مصطفى، لكن اكيد احنا كلنا فخر انه يكون صحيح. كابتن فريق بروسيا مونشنجلادباخ الالماني مصري الجنسية، طبعا هذا الفريق هو بيدرب فريق الناشئين تحت 19 سنة. ننتظره كمان في منتخب مصر ان هو يجي لنا زي ما كان في هناك، وكان بيلعب في منتخب ألمانيا بالظبط للشباب، منتخب الشباب.